الثاني المهمة في الفيلم، الفيلم هو الاوت بوت بتاعي، الفيلم ده هو الاوت بوت النهائي بتاعي، الفيلم بتاعه هو الوقت. ممكن يكون في فيدباك عبارة عن عينيات راجعة، عبارة عن كاش جاي راجع، عبارة عن كورنتينز تخليهم تغيير الحالة بتاعتهم بدون ما يمشي للسوق لأنهم عملوا أو سامبا. الكومبليت استعلتي يقول يقولوا إذا أنا مهمات يحدث على تحدث الكاش طبعا بلا عارف ما يكون هنا في أي هيكون في أي بشر الستاتس دي بقى هتكون شروط، الستاتس شروط تحت التيم ده طلع وصل عند المهم بتاعه. طبعا التيم ده بعد ده يكون فيه هنا سموه فورين دي، انا بعد ده اخش في التفاصيل الجديده مع الريبورت بتاعه يكون عنده بروبر ريبورت يكون في خش كفوق كويس بروبر ريبورت، يعني بعد ده التيم يكون عنده شروط التيم بعد ده التقرير ده بيعمل فيدباك للبيانات بتاعت الناس تمام؟ وهو بيكون قاعد بعد ذلك بتاعت يعني عندهم الصورة الأمنية يعني هو بعد ذلك يعني ولا بتحطوهم راجل المتطلبة ولا يعلمهم بتسأل ولا باختصار شديد أتمنى إنه ما أكون نسيت حاجة. كيف تكلم على
تمام؟ في بروسيس هون هو لازم تجي. ليه؟ لانه انت عشان البروسيس دي تخش من هنا لحد هنا لحد هنا لحد هنا، انت محتاج انه البروسيس جوا دي يكتمل تماما ناجح. دي الحاجه الاولى. دي لو ما اكتملت ناجحه ما هتقدر تطبقها. دي لو ما اكتملت ناجحه ما هتقدر تطبقها. دي كذلك لو ما اكتملت ناجحه ما هتقدر تطبقها مع الحاجه الثانيه. فانت محتاج كل واحده فيهم في روحها في الاول تكتمل ناجحه. مع شنو؟ مع ان تفكيرك الاوتبوت بتاعك يكون انبوت حلو. تمام. دي الحاجه اللي انا دارسها مبدئيا. فخلينا هنا الحاجه باقتراح بعدك الناس تشوف نفكر في شنو الجاهز من ليل معمول وشنو ما جاهز نكمله باسم كده يعني سبريت بالضبط. كمل كل واحد فكر في الخزنه، كمل كل واحد في عينك الجاي من بوت من هنا ولا اوتبوت مالي منها. وكذلك فكر في المطور اللي هي عندك اوتبوت معين اللي بتفهمه غيره ثلاث مرات. ليه؟ لانه كلكم هم شغالين بطريقه وانتم شغالين بطريقه، حنظل نحن اللي نكون عدل وحيظل هم شغالين بطريقه. فما حتنفع الفكره. خلينا نفوكس نقول الحاجه اللي انت بنعمل فيها دي اوكي، حتى ولو الاوتبوت بتاعك جيدا خليهم شغالين بالبروسيس، لانه لو تعطلت البروسيس النتيجه النهائيه مش شرط تطلع 500 مش شرط تطلع 90% بس عندي سكسس. في 80% ما تطلع ما تعرف حتى ولو سيستم لانه الاوتبوت بتاعه ما كان افكت بالنسبه للناس اللي لعب عليهم الفكره. احنا قبل ثلاثه يوم اربعه يوم خلينا نتكلم عن حاجه هي اللي حصلت. كان البروسيس بيتم جميع مهمات تحت الفولنتيرز. بيمشوا بيمشوا كل ورقه بيجمعون 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 ما يطلع وما بيقدروا يعملوا ابديت. الليله الفولنتيرز بيطلعوا عليهم بق بق بينزلوهم. دايرين في الطب بيطلعوا عليهم بق بق بينزلوهم. ليه؟ لانه ما كان تفكيرنا ميبي انه والله يا اخي نحن تو ميك سيستم غريب معين لا 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 في الدور فعلا عملنا كان تفكيرنا اوكي نعمل الويب سايت بعد شوي خشينا مباشره في الصحه فكرنا في الميت وخلونا هسي يور اسيست في كل وحده هي بناها نفكر في الميت ستطلع وتكون مفيده في اللحظه خليك من انه يكتمل ويبدا فوق لا مجرد كده ده حيكمل في يومين بعد يومين يكون غالبا يستفيد منه شغال يكون غالبا يستفيد منه حقيقه حتى ولو دي حد بتطلع انت الاوتبوت دي على ما انت بتعمل ايه نزل لها بيدك رطب مثلا لكن تكون مفيده ما نفكر انه بس نطلع الاوتبوت عشان ندخل انا حاجه حصل كويس حصل صحيح الناس مع شغل بتاع سوفت وير كده ونوع الرياضه زمن طويل فبتنجرف مع الشغل وبتنسى يوم يعني الحاجه دي ايرجنت والزمن بتاعها ضيق يعني حتى على الديزاستر ريكفري طيب اول حاجه نحن على كلام موافق والخلفيه بتاعت الموضوع انه انا اشتغلت في الاي دي وانه انا تابعت مع الجماعه دي بعد 5 يوم كويس وانه انا بريك ولا انا ليش اسمه تكنيك على انا في كم عمل ضروري ممكن بدون ازود سو فار عن الداتا فلو يعني كل واحد يعني عيشه قاعد مع الاتيام وعمل اناليسيس ده بيعمل شنو ده بيعمل شنو ده بيعمل بس امبارح بس ما كمل الحته المهمه كالاتي كويس انا حابب من سطر واحد عشان تحط كل بعض السطر الواحد ان احنا دايرين اوتبوت اسرع ما يمكن فده الكلام اللي بيبقى الغرفه بتاعت الباص بتاعت الفضل الفهم بتاع الرايس مانجمنت الكلام ده كله بيجي في يعني الناس اللي يشوفوا اوتبوت طيب انا احكي حاجه انت على البلاغات مثلا البلاغات اول حاجه فيها كويس هاكي مجيب بلاغ بعد ذلك المفروض يحصلوا كونفرميشن. الكونفرميشن دي حته معقده بمعنى شنو يعني انه البلاغ بعد ذلك بدور على تنسيب البلاغ بنعمل تكنيك الكلام بتاعه صح ومنطقي وما منطقي. وبعد ذلك على اساسه بنعمل كونفرميشن المعلومات ومفروض تنزل السيستم. اول حاجه لازم تحطها في بالك انه البروسيس دي بناء عليها انا طلبت انه والله تعلمها خلاص حسب البلاغات يجيبوا لهم الناس يطلعوا الناس بالضبط. لانه الناس الميداني قالوا ان انت بتعرف مفكر البلاغات ناس البلاغات ما بعرف فإلا نعملها برامج الحي ده عمل لوك كبير عليه نمرة واحد لو جات تعمل حي كم شيء تلقى روحها موقف في اللجنة الكبيرة اللي في اتخاذ القرار لأنه الخطر يا عم شاوري لأنه يجب أن يسال سبيسيس للحيطة بتاعتهم كان ما في مانيجينج البروسيس ودول جديد كديد ونغير الناس إلى آخر ما فمعنى هالحيطة هي كويس أن يكون فيها مشكلة كريتيكال في القرار بتاع من ناحية البروسيس كويس بمشي لك إسلام البلاغ المهمة بالناس ما هو واحد يعني البلاغ ممكن يحصلوا
هي بتمشي مهمه وماده دي وتمشي مهمه تعالى كويس ده كبير كبيره المشكله بتاعت السيستم بتاعنا انه غير دايناميك يعني العلاقات هتتغير اي كامل هتحاول تعمل حاجه مع الكبرى العلاقه دي مع بني او المطوع حكايه انك تنسى المطوع بيتقيم بعد ما عندك اي سيستم بتاعت نهايه العالم المطوع قرر انه يختفي ليه انا عاكس ما تعملش معاه كان هنا بتاع غالبا بتحاول تعمل ستاتستيك الالجوريثم بيديك الفيدباك صح وهو ده بيبقى شيء هي حاجه صح بالنسبه للوظائف من البلاغ هنا وانس انه المهمه دي جت مني تمني دي جت الفوكس بتاعها صعب جدا اهم حاجه في المهمه وفي الكيس اللي دي هتجابك في الوقت تعمل حاجه انك تمشي تتكلم هتلاقيها عمليا بيطلعوها ناس الميدان الكنترول بتاعنا عليهم زيرو تقريبا كنترول بيلعبوا على رول زيرو يعني انت يو ار هوبينج انه الناس دي تدوس المعلومه بس اكيد بيدونا الكنترول بتاع ان احنا نختار التيم المناسب للمهمه دي او حتى انه ستراكشر نمسيلز انه هم ذات بيكون ستراكشر هل اتيع مشروع منطقيه دي حاجه فيري دايناميك عندهم يعني بيجي نظام بيجي بيعمل حاجات بيتصرف بالمناسبه في البلاغات في بلاغات في واحد يتصل مع غازي بطريقه شخصيه وغازي يكون بيعمل نص البروسيس الحقيقي اللي انا بتطلع هتعمليك نهايه اليوم يجي يقول لك حصل وشلت الدروش وشلت اسامي وتنين الارقام اللي كده خرافيه كويس فالحاجات دي كلها كويس كان في سيستم شغالين في حاجات معينه الهدف بتاعنا العام كان انه تكاشف كيف تعمل تصور الصفر الثاني تكاشف اكبر قدر من الانفورميشن بالتحميس بالدق بالبناء كل ما نرجع عندنا انفورميشن احسن كل ما نعمل الانفورميشن مرات مثلا في شغل بتاع الانفنتوري حاليا محدوده بايه؟ بالسيستم احنا ما فايدين لنا كده المعلومه هذه كويس؟ الخاصه شنو هذا كلام انا بتكلم ثاني عن السيستم الخاصه شنو على راحتنا اللي احنا عملنا الانفنتوري وجبنا فيه شغل الانفنتوري كان شغل الانفنتوري قاعد فيبقى شو انا عندي طريقه تكافشة مع الطلبه اللي كانت تكافشة حتى الاقتراح بتاع المانيوال انه تكافشة المانيوال بعد شويه احطها في اكتر بعد طول بعد شويه احطها في اكتر فوق يعني في اكتر فالمهمه كانت شيء من المعلومه المهمه الثانيه لما تقولي اكبر مشكله في الحاجه دي هسه انه الكلام ده بعد ما نفذه كله انا عارف تقديرك من ناحيه 8 عشان انا بسيب اللي جاي المشكله دي هو واحده يا عمر انا كنت بتكلم في كده انه التقارير محدوده في النهايه يعني التقارير هتكون بعد ثلاثة اسابيع وحاجه انا في ما بستفيد اي حاجه من التقارير انا لو كانت علي الاختيار الامثل اني شخص عميل كابشا ان بالداتا يكون في زول اسم التكنيكال الحاجه العاليه دول بتاع بزنس انتليجنس تخيلوا عمل انه زول عنده اكسس للتقارير بتاع الليل بسالوا اي سؤال بس انا عندي المرضى اللي بقول لك انا عندي المرضى اللي بقول لك بس بعمل الرباطات كلها كويس قاعد تعملها كيف انا اصلا عشان التليفون ده يلا السؤال السرعه بتاعتك بتاعتين وضعك وانا هسه بطلع بره الريبورت اللي انت عامله شنو يعني مظبوط ده ساعه بس المفروض يكون معاه معاه كل اربع ساعات كويس بس فانكشن دي بس تزيد عدد ناس هيلبينج ايوه انا عندي ضمان الوقت كده وقت انه انا اعمل انترفيس وديت اليوزر نيم يعني هسه اي هو هو ما كسب يعني وصل الريبورت في البلاغات انا مديه يوزر نيم باسورد ومديه انترفيس بيختار اللي هو الفاكس في ريبورت الكلام ده لكن لو في زول عمل ريبورت ليروح انا جيت دخلت كتبت ريبورت الريبورت في نسخه منه تكون موجوده؟ هم سلمت انا ما عارف انا الحياه اللي طبعا دي بقدر اعرفها انا بناء على البروسيس دي بتجيب الفانكشن بتاعت انه نعمل شنو؟ انه نحن عندنا سيستم يعني من خلال الطبي كده عندنا سيستم متفرقه وعندنا مرات حتى حاجه بتتعامل بالايه؟ عندنا روبوتات بتدخل الاوبجيكتيف بتاعنا مش انه نعمل الخطه اللي ممكن نلزم بها الاوبجيكتيف بتاعنا هنا في الاي تي انه تنتجريت الحاجات دي بدل يعني انت مالك فورمه والى اخره التيبل بتاعك ما نورمالايز بالنسبه للتيبل دي ما كونديشنال او ما كان يدور اول فيلد دبل فيلد ما لك بعد 100 ديفينتلي ما في بوينت كيف يبقى الشغل بتاعنا ولا ذاك الكيف والله يا اخي هو
وزينا البروسيسور اللي استنتج على الداتا ده. احنا ورا بنعمل كام كومبيوتر مع بعض نحاول نجيب السيستم ده. فالنتيجه انه هنمشي في اتجاه سيستم جديد شويه شويه. شويه شويه. لكن اهم حاجه ان الاوت بتاعنا ده بيدينا فرصه زمن مثل عنه مثلا معليش اسمع اسامه اسامه مثلا اسامه بيعمل في الروبوتات في نتيجه مهمه يا اسامه بيعمل في الروبوتات في تعمل اناليسيس اون ذا فاير معرفه حقيقه لان الناس دايما خلاص كده حللنا المشكله اللي شغال الناس اللي بتشتغل في انه بيجي عندنا الريبورت محلل. انا بالضبط اللي ذكروني بالضبط انا سؤالي بتاع انه عيد الدروس من الريبورتات لانها بتدينا يعني ريفيرس فيدباك يعني بدل ما انت تقول للزول انت داري على الريبورتات لا 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 خليه يعمل ريبورتات انت شو ما يشوف ارجع بقى لسيستمك اعمل فيه موديفيكيشن بالتالي يو كان اوتوميت الحاجه بتاعتك تعيد الديزاين بتاعك يعني. بكره هو لما نيجي بيلقي ريبورتات بالسيستم غير ما يطلبها جاهزه دي الحاجه اللي احنا عملنا على الشاشه يعني في الاول زمان كان بيجيبوا لي انا داير كل الناس انه تسليمهم مختلفه جميل بقول لي اوكي اخش عارف انا الفتحه دي والله لو كان بتاع عادي 13 اخش بقول له 13 بطلع لهم بعد بعدين يقول لك خلاص هم ضل اصلا بيطلب الفتحه بيطلب معنا غير المناطق لو كنت عملت الشاشه كنت اتفق مع المناطق بعدين يقول لي انا داير انا داير في يبقى بالنسبه لي هذا بتاعنا شنو؟ انه والله يا اخي الحاجه تدريجيا تمشي ليست يعني سيستم كل نورماليزنج ميزتين البروسيس اللي بعمل فيه هذه بتخليه ماشي شوي شوي تدريجيا باقي البروسيس بتاعت الناس ادجستنج الفيدباك بتاع منهم دايرين يعملوا ريبورتات مستعدين ينزلوا يعملوا داتا داتا مستعدين شوي شوي بتحل المشكله بتاعت شنو؟ بتاعت البروسيس بتاعتك في نفس الوقت نحن نوصل لحاجه قبل ما عندنا نورمال قبل ما عندنا this is the truth يعني خلاص احنا دي اسمي مكتعب كده كده البروسيس بتاعتك خلاص انت فكرت عن الفئه يعني اتفقنا عن الفئه دي مرتيا بتاع كل سيستم اللي هو دي الابروش اللي ماشي بيه الناس هسه احنا في زول مش عامل الفنجري في زول ثاني عامل البلاغات مش عامل الناس كوميونيكيتنج مع بعض عشان انها تعرف عندنا احنا وحدنا بلاتفورم بس انا طبعا اسمح لي انا ممكن يعني بس عشان لانه عشان ما الناس اللي ما تكون بناء عليه كلام ناس ثانيين. وبعدين شويه في ناس في ناس بعد بس اوضح حياتك كده اوكي يعني سكور يعني. معلش اسمح لي. اول حاجه الحاجات المهمه الواجب المهم انه الناس مش شايف انه الشغال اللي عمل